إذا بتتذكروا حكينا المرة الماضية المبدأ الأساسي عندي هذا عبارة عن دي سي تو دي سي كونفرتر. عندي هون دي سي فولتج وهون راح يكون عندي دي سي فولتج افريج أو دي سي كرنت راح يمشي عندي هون راح يكون الكرنت يصير يطلع وينزل في الاندكتر. خلينا بس نطلع بشكل سريع على العملية اللي بتصير عندي هون. لما السويتش بكون مسكر إيش راح يصير عندي بالكرنت؟ راح يبدأ يزيد في الاندكتر مظبوط. فعندي إذا كان أخذنا مثلا عملت بلس ويف موديليشن هون بهذا الشكل نفترض هيك مثلا اون واوف هذه الفترات اللي فيها السويتش اون واوف من هون راح يصير الكرنت عندي يزيد بدلالة L على R اللي ما ذكرناه دايود. دايود مهم طبعا بتسميه أحيانا كوميتيتنج دايود. إذا هون عندي أول شيء الباث راح يكون بهذا الشكل من هون راح يمر الكرنت بهذا الاتجاه راح يزيد الكرنت. لاحظوا الأوتبوت فولتج مش دي سي، الأوتبوت فولتج راح يكون فيه عادي سكوير ويف يعني كوازي سكوير ويف، لكن الكرنت اللي بيمشي في الاندكتيف لود راح يكون بهذا الشكل. هذا الكرنت وين الباث تبعه لما يعمل ديكي؟ بيعمل بهذا الشكل. فإيش راح يتحول الاندكتر ل؟ السورس. راح ينعكس الفولتج تبعه راح يصير الفولتج تبعه نيجاتيف من هون لانه الكرنت راح يعمل ديكينج لانه اذا الكرنت بده يعمل ديكينج قديش دي اي على دي تي ماينس نيجاتيف فبصير الفولتج نيجاتيف بتحول هذا للسورس بصير هو يعمل فورورد بايسنج للدايود فالدايود خلال الفتره هاي راح يكون فورورد بايست بالفتره الثانيه هذيك ايش راح يكون الدايود اوف لانه هاي لما يكون السويتش مسكر ايش راح يكون الدايود هذا وضعه راح يكون اوف مزبوط اذا لما السويتش مسكر راح يكون الدايود ريفرس بايست واضح ليش مش هيك راح يزيد الكرنت من هون في هاي الحاله اي عم بزيد اذا دي اي على دي تي شو بكون اذا كانه بوزيتيف راح يكون الفولتج تبع الاندكتر حسب هذا الكونفنشن بوزيتيف من هون راح يزيد الكرنت فالطاقه عمالها بتدخل فيه عمالها بتروح تتخزن في الاندكتر لما بفتح هذا السويتش من هون هذا الكرنت ما بصير يتغير فجاه فلازم يلاقي له باث حتى يلاقي باث وين بيلاقي باث في الدايود فالدايود بصير اون خلال الفتره هاي الفري ويلينج دايود والكرنت الان بيعمل ديكي في الدايود ولانه الكرنت بينزل دي اي على دي تي نيجاتيف ففي صارت نيجاتيف معناها هاي البولاريتي راح تنعكس مزبوط فصار كانه عندي هون فولتج سورس ريزيستر ودايود وبصير في عندي ديكي للكرنت من هون ولما بوصل ستيدي ستيت هذا راح يصير هاي عندي هون في اوت لاحظوا في اوت مش دي سي يعني مش بيور دي سي كونستانت مزبوط في اوت في يعني خليط من الدي سي والاي سي تمام لكن الكرنت لما بزيد هلا السويتشنج فريكونسي لما برفع السويتشنج فريكونسي بخلي الديوتي سايكل نفسها اذا رفعنا السويتشنج فريكونسي او مرات بنسميها الكارير فريكونسي ايش راح يصير في الريبل في الكرنت اذا هاي الدائره دائره هاي الشفر هذه البي دبليو ام مناسبه لهيفلي اندكتيف لودز اذا عندي هيفلي اندكتيف لود زي هيك زي مثلا دي سي موتور إذا عندي heavily inductive load مناسب له لأنه رغم إنه الفولتج ما صار دي سي ما صار بيور دي سي الأفرج كرنت إيش راح يعطيني؟ راح يقترب من بيور دي سي لما برفع السويتشنج فريكونسي هاي فبقترب من بيور دي سي. أوكي ماشي واضحة هاي إذا ما تنسوا هذه اللي هون الفكرة المهمة فكرة الفري ويلينج دايت أو أحيانا بنسميه كوميتيتنج دايت لأنه الكرنت عماله بينتقل الكرنت اللي كان ماشي هون انعمل له كوميتيشن لوين؟ للدايود ورجع هون يعني الكرنت اللي ماشي في الاندكتر ما بفيش بصيرش يتغير فجاه مزبوط هذا الكرنت بده يكون له باث بالفتره اللي السويتش اون وين الباث تبع الكرنت اللي بده يروح في الاندكتر من هون لما يطفي السويتش وين الباث الثاني للاندكتر ولذلك سميناه احيانا كوميتيتنج دايود لانه الكرنت عماله بنعمل له كوميتيشن من السورس للدايود من الدايود للسورس بهذا الشكل لكن الكرنت هون اذا زدت الفريكونسي من هون وخففت الريبل راح يصير هذا الكرنت تقريبا عندي زيرو اذا هذا الشوبر اعطاني output مش